أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من حفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا آج کے دن صیام و قیام پر میری مدد فرما اور مجھے ہر بکواس اور گناہ سے دور رکھنا اور اپنے ذکر کا دوام عطا فرما اپنی توفیق کے سہارے اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے.